طبعا هذا شرح حق جدول العدد 8 مثل ما انتم شايفين. كل اللي عليك انك تسوي ايش تسوي، تكتب اول شيء 8 فوق وتحت تكتب 80. فمن فوق لتحت راح تكتب 1 2 3 4 4 5 6 7، ومن تحت لفوق راح تزود 2، تكتب 2 4 6 8 0 10 2 4 6. فهذا باختصار جدول العدد 8. أتمنى أنتم تاخذون الفائدة من الفيديو، ونشوفكم في فيديوهات ثانية، ويعطيكم العافية.